الساعة الأولى غتقى واحد الاختلاف كبير في الأصوات، على الرغم من أنه الأصوات الأخرى غتستمر، ولكن غيبالك الاختلاف. ما كاينش أصوات العصافير في الطبيعة أو الديكة في الفجر أو الدباب في البيت، الكلاب في الشارع وغيرها من المخلوقات. غيبدا يقلل تاني أكسيد الكربون من الكوكب، لأن الحيوانات والإنسان هم اللي كيطرحوه، وهذا عنده عواقب كبيرة في مستقبل المناخ. غيوقع ضرر كبير في الزراعة والمحاصيل بسبب غياب الخدمة اللي كانت كدير الديدان عليها. كانت كدير خدمة حيوية للغاية، كانت الديدان في التربة كتزودها بالأكسجين. بدون الأكسجين في التربة ما كانش غتنمو المحاصيل ديالنا. هاد الأكسجين في التربة ماشي غير الديدان فقط، بل حتى الخيطية الصغيرة والعث. بدون هاد المخلوقات الصغيرة لن تكون الأرض على أي شيء سليم، ومن المرجح جدا أنها غتطاير، مما يخلي الزراعة مستحيلة. الأسمدة الطبيعية بحال روث البقر ما تبقاش موجودة اليوم، والبذور اللي كتفرزها ما تلقاش الطيور اللي غتاكلها، وهذه أحد الأسباب الرئيسية لمعظم المساحات الخضراء اللي كيقدمها العالم. الأرض تكون في الطريق ديالها باش تكون أكثر خضرة مع التوسع الانفجاري لأزهار الطحالب الخضراء اللي كتغطي الكوكب بأكمله والأرض والبحر. الشيء لا يخلي الفطريات الكاسحة أنها تكاثر بسرعة ولا يمكن السيطرة عليها، لأنه لا توجد حيوانات باش تقتلها. اختفاء البيض، الحليب، المنتجات ديال الألبان، لأن ما كاينش مخلوقات اللي غتنتجها، وبدون حيوانات اللي كنتغذوا عليهم غتفكر أنك تولي نباتي، ولكن بأرض غير قابلة للزراعة غتسد البيبان أمام الإنسان غدائيا، وبهذا غيتجه نحو الهلاك. غتضرب المجاعة النصف الأكبر من النسمات في العالم بسبب غياب مصادر التغذية، واللي حسن فيها غياب النحل بالأساس. 80% من النباتات في العالم هي نباتات مزدهرة، ولكن شكون ساهم في الازدهار ديالها؟ هو اللقاح اللي كتنقل النحلة. بدون هاد العملية ما عمرها كانت توصلك الخضروات الطرية وبحالة جيدة. غيعم العالم انهيار اقتصادي كبير في المنتجات اللي كتعتمد على الحيوانات، بحال الحيوانات نفسهم والأطعمة ديالهم، وحتى المنتجات الصوفية والجلدية اللي كتحتاج الحيوانات. مع استمرار تقليل كمية هائلة من الانبعاثات ديال ثاني أكسيد الكربون اللي كانت كتعطيهم المخلوقات الأخرى بخلاف الإنسان، غيختل الاحتباس الحراري ديال الكوكب اللي كان كيحافظ على التدفئة ديالو ثاني أكسيد الكربون. هذا غيدفع الكوكب إلى مناخ بارد جدا اللي غيبدأ يبرد مع الوقت، برودة اللي ممكن لكش تحملها. مع موجة المجاعة اللي غتضرب العالم كامل، غتنتشر الأمراض بدون علاج، لأنه باختفاء جميع المخلوقات الأخرى اللي كتعيش مع الإنسان غتختفي الأدوية، لأن 80% من الأدوية اللي كنشربوا فيها مستخلصات من حيوانات أخرى وكائنات صغيرة وثدييات وكائنات بحرية. باختفائهم غيستمر المرضى بدون علاج وبدون دواء، وحتى هذوك الإصحاح سرعان ما غيتعادوا كاملين. حتى لصمد الإنسان أمام هذه الظروف، هنا غتكون الضربة القاضية للكائنات الأخرى اللي تحت المحيط. أكثر من 70% من الأكسجين اللي كتنفسوا يوميا كيتم الإنتاج ديالو عن طريق العوالق النباتية في المحيط. بوفاة الكائنات البحرية غتبل العوالق النباتية محولة المحيط إلى مساحة ميتة، وإلى مات المحيط غتموت الأرض. إذا اختفى الإنسان هناك كوارث أخرى اللي غتوقع: فيضانات في المدن، انفجار الصرف الصحي، انفجار المعاملات النووية، سقوط الأقمار الصناعية، تآكل المباني. الأرض اللي كانت حيوية بالمخلوقات غتولي كلها خضراء ولكن أخضر فوق الحطام. يمكن لك تعتقد أنه صعيب بزاف يتحقق الشرط أن جميع الحيوانات تنقرض. ربما غيجيك في بالك أنه لنقرض نوع واحد فقط ما يتراوله، لا، ناخدو مثال ديال أضعف حشرة مثلا، إذا اختفت على الوجود غتنهار سلسلة غذائية كاملة. هذيك الحشرة هي الغداء الوحيد ديال المخلوق ما، باختفائها غيموت حتى هو من الجوع، وهو كي اللي كبر منه كيتغدى عليه غير هو، غيموت حتى هو، وغتبقى غادي حتى توصل للحيوانات اللاحمة اللي ما تلقاش ما تاكل، واللي غتنقرض كلها بسبب حشرة ضعيفة اختفت من الوجود. وبانقراض هذيك الحيوانات كما شرحنا غتنقرض حتى الإنسان. إذا الإنسان كامل ما غيبقاش ليه وجود على الأرض بسبب حشرة مجهرية. بين ليلة وضحاها اختفت من سطح الأرض.